لمناقشة موجة الحر والحرائق التي تضرب مناطق عديدة من العالم، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي المتخصص في قضايا البيئة زاهر هاشم. أستاذ زاهر، مرحبا بكم. ما أسباب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية يعني جديدة لم يعرف لها مثيل من قبل؟ ما هي الأسباب أستاذ؟ مساء الخير. بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة الأخير، فهو يعني أولا نتيجة يعني تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي التي تؤدي إلى تغير المناخ، أي ارتفاع حرارة الأرض بشكل متسارع، وهذا سبب يعني ناتج عن غازات الاحتباس الحراري أو الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري في الصناعة والنقل. يتم إنتاج كميات كبيرة منذ عصر الصناعة وحتى اليوم، لذلك أصبحت في السنوات الأخيرة أثار تغير المناخ أصبحت واضحة، سواء بسيول وفيضانات في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات، أو موجات جفاف وحر مثل التي نشهدها حاليا. هذا العام يعني هناك توقعات بأن تكون موجة الحر أكبر، لأنه ليست فقط تعود لأسباب تغير المناخ، وإن كان تغير المناخ عامل أساسي فيها، لكن هناك ظاهرة النينيو في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، وهي هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وبالتالي تؤثر على الطقس يعني في معظم أنحاء العالم، وخاصة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. تضافر عاملين: ارتفاع حرارة المحيطات نتيجة ظاهرة النينيو، وأيضا ما نشهده هذا العام والعام السابق وسنشهده حتى في الأعوام القادمة، مع احتمال أن تكون آثار ظاهرة النينيو في العام القادم أكبر من آثارها في هذا العام. هذه ظواهر ما نشهدها حاليا: ارتفاع درجة الحرارة فوق معدلاتها بشكل كبير، وظواهر مناخية متطرفة ناتجة أساسا عن تغير المناخ. أستاذ زاهر، كيف أثر التغير المناخي على العالم؟ هل تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤولية ما يجري أستاذ زاهر؟ نعم، يعني أثر بشكل كبير على خاصة على الدول النامية والفقيرة التي لا تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ. يعني بعض الدول الصناعية أو الدول الغنية الكبرى والتي هي المسبب الأساسي لغازات الاحتباس الحراري نتيجة النشاط الصناعي الكبير، يعني هي متسببة ولكنها تمتلك إمكانيات وقدرات على التكيف. أما في الدول النامية خاصة مع اشتداد النزاعات والحروب في هذه المنطقة، يعني هناك تتفاقم آثار تغير المناخ نتيجة يعني لأن المناخ تغير المناخ يؤثر على الزراعة، يؤدي إلى تدهور الزراعة، يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وهذا أيضا يؤدي إلى زيادة الفقر وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة، جفاف الأنهار كله كما نشاهد يعني في نهري الفرات ودجلة في سوريا والعراق. يعني هذه الآثار كلها تنعكس بشكل أساسي على الدول التي غير قادرة على التكيف وتدارك يعني تدارك آثار تغير المناخ، وتكون فيها العواقب وخيمة أكثر من الدول الأخرى التي ربما لا يعني تشعر بالحر لكنها قادرة على التكيف معها. لكن يعني بعض المناطق، منطقتنا العربية، وفي أماكن النزاعات في سوريا مثلا، هناك انقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة. هذا يزيد من آثار موجة الحر ويزيد من العبء الصحي على الناس، وأيضا الجفاف وعدم إمكانية تأمين مياه الشرب كلها من آثار تغير المناخ، وكله يعود بآثار سلبية وصحية على البيئة وعلى الإنسان. أستاذ زاهر، استمرار الحرائق التي تطال بعض البلدان على سبيل المثال تلك التي تهدد اليونان، هذه الحرائق هل تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة في العالم أجمع؟ هي متأثرة بارتفاع درجات الحرارة، يعني طيب. تغير المناخ يؤدي إلى أن تصبح الغابات وقود للاشتعال،
نتيجة جفاف الأوراق، جفاف الأغصان، جفاف التربة، قلة شح المياه وقلة الرطوبة، تصبح هذه الأشجار يعني وقود أي شيء قادر أنه يشعله، سواء بعامل بشري أو بعامل طبيعي. لذلك هذه الحرائق الكبيرة لاحظناها في اليونان، لاحظناها في كندا أيضا، يوجد موجة شديدة من الحرائق مستمرة منذ فترة طويلة، وكل هذا تؤثر على البيئة طبعا، تؤثر على التنوع الحيوي، لأن الحيوانات تفقد مأواها، هناك يعني أنواع نباتية كبيرة نخسرها، هناك أنواع حتى أنواع حيوانية إما أن تفقد موطنها أو يعني تموت نتيجة هذه الحرائق، إضافة إلى ما تسببه أيضا يعني حرائق الغابات تساعد أو تسبب بانبعاث المزيد من الغازات المسببة أيضا للاحتباس الحراري، يعني حرائق الغابات نعم أيضا ستكون مسبب للمزيد من الغازات الدفيئة. هو نظام بيئي متكامل ومتوازن، أي تغيير فيه سواء على في البحر أو في الغابات يؤدي إلى اختلال توازن الحيوي في كل الأنماط البيئية، ويتأثر به أيضا الإنسان. حتى ارتفاع درجة حرارة المحيطات يؤدي إلى زيادة حموضة المحيطات، وبالتالي هناك أنواع نباتية ضمن المحيطات تتغذى عليها الأسماك، هناك عوالق نباتية تتغذى عليها الأسماك، كل هذه يعني كل هذه العوامل تختفي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي يحدث خلل في السلسلة الغذائية اللي هي بالنهاية تصل إلى مائدة الطعام لدى الإنسان، فأي خلل في الطبيعة يؤثر على سلسلة طويلة من الأنماط البيئية والأنماط الإيكولوجية. أستاذ زاهر، إذا ما فتحنا نافذة الحلول، ما المطلوب اليوم لاحتواء الحرائق لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات أو أنها تمتلك إمكانيات ضعيفة؟ ما هي الحلول برأيكم؟ الدول يعني تحدث فيها حرائق غابات تكون آثار، الدول يعني الفقيرة تحدث فيها حرائق غابات تكون فيها الآثار مدمرة أكثر، نتيجة عدم يعني وجود تجهيزات متطورة تصل بسرعة إلى مكان الحريق وتطفئه قبل أن يتسارع. في بعض الأماكن يعني يكون هناك بعض الدول يعني لديها إمكانيات كبيرة، عدد أسطول من الطيارات الحديثة المخصصة للإطفاء، فهذه تقوم يعني بسرعة التجاوب وتخفف الكثير من الأضرار. لكن يعني في الدول الفقيرة لاحظنا مثلا في العام الماضي كان أو يعني السنوات الماضية كان يحدث في أحرائق في سوريا، كان يتم الإطفاء بطرق بديلة، نعم طرق بدائية عفوا، يعني طائرة مروحية تحمل يعني برميل من الماء وترميه، يعني طرق بدائية جدا، حتى العمال ليس لديهم تجهيزات متطورة، يعني فهذا كله بيزيد من آثار الحريق ومن الأضرار على السكان، سواء الأضرار فقدان الأراضي وفقدان المواشي وفقدان أو فقدان حياتهم أو فقدان أرضهم، يعني نعم يضطرون إلى الهجرة إلى أماكن أخرى نتيجة فقدان يعني أساليب الحياة. أستاذ زاهر، خطط الدول في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط، هل تراها تتناسب مع موجتي الحر والجفاف؟ يعني بشكل عام الدول النامية من ضمن الدول النامية يعني متأثرة بشكل كبير بتغير المناخ، وقوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط، معظم الدول العربية تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط، هذا يجعلها عرضة لآثار كبيرة للتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة. بالمقابل هذه الدول يعني لا تملك إمكانية التكيف مع التغير المناخي ومع ارتفاع درجة الحرارة. بعض الدول يعني قد يكون بعض الدول العربية الغنية ممكن يكون لديها مثلا وسائل للتكييف والتبريد وغيره، لكن يعني الغالبية العظمى تقع تحت يعني تحت تأثيرات شديدة وإمكانيات ضعيفة ضعيفة، نعم للتجاوب معها.
مع الكارثة الحالية، وليس فقط مع الكارثة الحالية، حتى مع مشكلة تغير المناخ بشكل عام. يعني الدول العربية إذا قلنا أنه يجب أن ننتقل إلى أساليب الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات، هذا الحديث عنه يعني مكلف كثيرا نعم كتكلفة، وإعادة يعني إعادة تشكيل البنية التحتية للنقل والمواصلات والصناعة للاعتماد على الطاقات المتجددة. نعم أستاذ زاهر، لا يزال نعم النفط حتى في الدول الغنية العربية الغنية لا يزال النفط هو المحرك الأساسي للاقتصاد. عبر سكاي من اسطنبول الصحفي المتخصص في قضايا البيئة زاهر هاشم، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات والإفادة أستاذ زاهر.